الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا أدا إبراهيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السلكون والمقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد من المشروعات القومية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الموارد التعدينية كالكوارتز. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ المشروع، الذي يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادي المرتفع للاقتصاد المصري. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش، والذي يتوقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر. أشار المركز إلى توقعات الوكالة بزيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 22، بما ينعكس على الإيرادات السياحية والتي من المتوقع أن ترتفع لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وفقا للجنسيات الوافدة لمصر في عام 2023، من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون الوفود القادمة إلى مصر بأعداد يتوقع وصولها لنحو 8.6 مليون سائح أوروبي في عام 2023. شهدت نائب محافظ البحيرة تسليم أولى دفعات السيارات الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة، وتستهدف هذه المبادرة الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة. واستلمنا الحمد لله، والإجراءات كانت ماشية كويس وفي سلاسة، إجراءات سهلة خالص وكانت ميسرة، يعني ميسرة لأي مواطن يعني يقوم بيها. وطبعا المبادرة بتوفر عربية مجهزة بالغاز الطبيعي وبالبنزين في نفس الوقت. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع بفضل ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية عالميا. ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، كما صعد المؤشر القطري بنسبة 3.1%، وكذلك ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 4.1%، بينما تراجع المؤشر البحريني بنسبة 3.2%. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.193 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي. توقعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن يظل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي. كما أظهرت بيانات الهيئة أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع هو الآخر إلى 67 مليون أوقية في نهاية يونيو المنصرم، مقارنة ب 67.2 مليون أوقية والمسجل في نهاية مايو الماضي. قال وزير التجارة العراقي قال إن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح بلغ 5 ملايين طن، وهو ما يكفي البلاد لأكثر من عام. أضاف الوزير العراقي أن العراق غادر الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها مخزونا استراتيجيا يكفي لشهر واحد. وكان الوزير العراقي قد صرح في الشهر الماضي بأن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، تجاوز المعروض التوقعات المنصرمة.
بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع يوسف وأدا. شكرا لك مصطفى.